اليد نروح لكرة السلة. منافسات بطولة كأس العالم لكرة السلة وصلت للمرحلة قبل النهائية بعد اكتمال منتخبات المربع الذهبي. تأهل للمربع الذهبي منتخبات كندا وصربيا وأمريكا وألمانيا، وهتكون مواجهات الدور قبل النهائي. كندا هتقابل صربيا الساعة 12 إلا ربع بتوقيت القاهرة، وأمريكا هتقابل ألمانيا الساعة 4 إلا ثلث بتوقيت القاهرة. وكمان مباريات الدور قبل النهائي هتقام يوم الجمعة اللي جاية بإذن الله في التوقيتات اللي قلت لحضراتكم عليها، والنهائي هيكون يوم الحد. مباريات الدور ربع النهائي كان فيها طبعا صربيا فازت على ليتوانيا 87-68، وأمريكا فازت على إيطاليا 163، وألمانيا فازت على لاتفيا 81-79، وكندا فازت على سلوفينيا 189. النتائج زي ما ظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. كأس العالم لكرة السلة في دور ربع النهائي.